مرحبا، معكم صيدلانية روزي الشمري، مختصة بالتوعية الطبية والغذائية لجميع الفئات العمرية. بما أنه حاليا إحنا في ظل فيروس كورونا، فأحب أوجه لكم بعض النصائح اللي تعزز الجهاز المناعي واللي تخلينا نتغلب على هذا المرض في حال الإصابة، أو تخلينا ما ننصاب هذا المرض بسهولة. النصيحة الأولى إنكم تاخذون كفايتكم من الغذاء اليومي الصحي، أي ما يقارب 3 وجبات يوميا للبدء بيوم جديد وصحيح. النصيحة الثانية، شرب المزيد من الماء، أي ما يعادل 8 أكواب يوميا أو أكثر حسب الاستطاعة، تعزيز المناعة. وأيضا النصيحة الثالثة، أكل الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامين والمعادن، من ضمنها فيتامين دي وفيتامين سي وأيضا معدن الزنك، لتعزيز المناعة بشكل أكبر. حافظوا على سلامتكم وسلامة من حولكم. سلامتكم.